ما هو الحياء ما هو الحياء ما كيفيتها ما كنهها ما حقيقه انبعاثها اذا كان الحياء بهذه المنزله العظيمه فما تعريفه الحياء ايها الاخوه هو الانقباض والانزواء عما يذم ويعاب ولذا عرف بالحشمه وبانه ضد الوقاحه كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة وابن منظور في لسان العرب والفيومي في المصباح المنير الانقباض والانزواء عما يذم ويعاب ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح الحياء مشتق من الحياه فمن كان قلبه حيا كان حييا